اهلا بكم مشاهدينا الكرام وكل اللي انضموا لمتابعتنا في حضره المساء. ولفقراتنا لليوم بتتعلق بشريحه مهمه جدا وشريحه كبيره في المجتمع عندها وضع وخصوصيات المعاقين، يعني سواء كانت اعاقه جزئيه او كليه حنقيف عندها، حنشوف المعاقين ومشاكلهم شنو وكيفيه التعامل مع الشريحه دي من خلال ضيفنا داخل الاستوديو الاستاذ كمال الجزولي. مساء الخير عليك استاذ كمال. مساء النور. كيفك؟ مرحبا بك. أنا بشكر يعني أسرة قناة بلادي هي دائما صباغة للمواضيع اللي تخص المجتمع السوداني بالذات، وإحنا مجتمعنا كمعاقين يعني حلوين في بعضنا، لكن طبعا في قضايانا كثيرة جدا جدا. وعندنا أطفال معاقين، عندنا أمهات، عندنا يعني مشاكل زي ما قالوا ساعتين ثلاثة ما بتكفي، يعني هي بتحتاج لقعدة طويلة جدا جدا. مرحبا بك. أكيد أستاذ كمال حنتكلم في كل القضايا دي وفي كل المواضيع المهمة، لكن بداية خلينا نعرف ما هي حقوق المعاقين. تمام. حقوق المعاقين عندنا الحقوق في البطاقة. البطاقة دي طبعا مضت عليها حكومة السودان ما قبل الإنقاذ، يعني البطاقة دي دولية. هسه حاليا البطاقة دي في جميع دول العالم هي مطبقة. ما عاد عندنا هنا مطبق منها جزء، والجزء ذاته هسه حاليا يعني بناتنا المعاقات ديل امريكا المواصلات والله بينزلوهم بيجن بيبكم بدموعهم. ليه؟ الكمساري بيعاملهم معامله سيئه، السواق يشيل عكاز، يعني شغله انه ما فاهمين القانون بتاع المعاق شنو. فدي ذاته عملت لنا مشكله كبيره جدا جدا. انا ذاته حصل لي يعني مشاكل زي دي كثيره. يعني انا بقول انه بمشكله حقوق المعاقين في البطاقه دي انه تتعامل استيكر لكل الحفلات ناس المرور، يوري انه حق المعاق، انه تعامل معامله كجزء من المجتمع كويس. صحيح. ما يكون بعيد من المجتمع. هم بيقولوا المجتمع بيحتاج المعاق، بيقول المجتمع هو اللي بيحتاج المعاق مش المعاق اللي بيحتاج المجتمع. لأن مجتمعنا في بعضنا جميلين جدا جدا وناس فاهمين وعارفين قضيتنا شنو. فدي مشاكلنا يعني. وثاني عندنا من الحقوق برضو الترفيه والدراسه. يعني عندنا الاطفال المعاقين ديل المفروض يدرسوا مدارس خاصه. ليه؟ أنا متأكد إنه حيجي يوم من الأيام حكونوا عباقرة. ومناصر ربنا شال منك شيء بيديك حاجة تانية. يعني بأنهم ذكاء خارق جدا. كويس؟ يعني بدل يدرسوا مدارس حكومية عاملين مدارس خاصة. ماله ممكن عشان بعدين احتمال يطلعوا دكاترة، يطلعوا محامين، مهم حاجة بتفيد البلد، بتفيد الوطن. فدي برضو من المشاكل البدعوغ. خلينا احنا نجيب في الحقوق اول. شنو؟ بعد ذاك نرجع للمشاكل عشان نشوف الحلول ذاتها شنو. غير الفكره بتاعت الحقوق المكتوبه في البطاقه، غير موضوع فيما يتعلق بالترحيل والمواصلات وكذا، ثاني حقوق شنو؟ عندنا ثاني حقوق، يعني حقوق ثاني برضه في من المشاكل الكبيره اللي قاعد تمر علينا برضه في السفر. يعني كاتبين لك في البطاقه ذاته السفر جوا بنص الغيمه ما مطبقه حاليا. تمام. وكاتبين لك السفن مجان ما مطبقه. يعني المفروض الجواز يجينا مجان، البطاقه القوميه يجينا مجان، الرقم الوطني يجينا مجان كمعاقين. يعني كلهم ما شغالين صراحه، يعني والله ظروفهم يعني سيئه جدا. وانا اتمنى انه الغارات تجينا زياره في الاتحاد حقنا نشوف الحالات اللي عندنا. عندنا ناس بيسحفوا، عندنا ناس بيحبوا، عندنا يعني حالات بالعين بنشوفها. يعني انت من غير ما هنا غير ظروفهم الاجتماعيه، عندنا المزوجين تالي برضه من الحقوق اللي جار. يعني عندنا معاقين مزوجات والله بالعجله هي تعوس الكسرة كويس، وتغسل اولادها وخدمه البيت بعجلتها. ويتزوج زول سليم لكن قاعد يساعدها يعني صراحه. فواحدين سليمين انا فاهمين جدا جدا فاهمين قضيه المعاق، وربنا يديهم يجزيهم الله خير واتمنى لهم يعني السعاده. امين. مشاكل ثانيه برضو عندنا مشاكل يعني برضو في حقوق المعاقين. المشكله اللي بتواجهنا برضو في الدخول مجاني المستشفيات والمرافق الحكومية برضو بيعترضوك. لو دخلت المينا البري ده ببطاقتك دي بقول لك لا ما تخش صراحة. ليه طالب البطاقة دي؟ أنا المفروض أسافر مجاني. ما في رجل شرطة موجود؟ في رجل شرطة موجود. رجل شرطة أنا أقول لك حاجة، في مشكلة إنه في ناس ما فاهم القانون ده قانون المعاق. إحنا عشان كده دارين فعاليات، دارين لكل الإعلام يوري إنه قانون المعاق ده شنو كويس، حقوق المعاق ده شنو، عشان المجتمع السوداني يعرف إنه حقه شنو. تمام. هسه انا كمزوجين، انا معاق متزوج انسانه سليمه الحمد لله، انجبت لي اولاد، اولاد هسه بقوا رجال، لكن ما قدرت اقرم. ليه؟ الظروف الاجتماعيه. لانه انت ما بتلقى زول يجي معاك، انت كمعاق الشيل بيجيب وما فايت الا قلو الشرب. يلا انا اعلم اولادي كيف. صح. اولادي تعلمهم يكون عندك امكانيات يعني تاهيل
للمعاق بحقه حقيقي. يعني هسه احنا الدورات اللي طلعنا يعني طلعنا قريب 100 دوره كويس، دورات كثيره جدا جدا، لكن الدورات دي هل استفدنا منها شنو؟ ده الفاهم كده يعني. احنا نطلع قريب 300 معاق في دوره هنا في المعهد الالماني هنا كويس. الدوره دي بنطلعها كمبيوتر، تكييف وتبريد، ركشات مكانك غير وغير، بنطلع بدون شهادات، اشياء تشير تقدعها في البيت. استفدت شنو؟ ما استفدت حاجه. يلا تاهيل الحقيقي انك تطلع الدوره دي مش شهرين او ثلاثة شهور، تطلع تدرسها دراسه اكاديميه تمام وعملي، اهم حاجه العملي عشان تقدر تعتمد على نفسك تعول اسرتك وتعول بيتك. طيب استاذ كمال خلينا نكون فضل. عمليين ونطبق فضل. القوانين نقطه نقطه. جميل. نبدا اول حاجه بمشاكل التعليم، وهي انا شايفه انه هي من اهم الاسباب اللي بتقفل المعاقين. عندك الصحه برضو نتكلم يلا عن التعليم. تمام فضل. المشاكل اللي بتواجه المعاق في التعليم من ناحيه المدارس، حتى لو خاصه لو حكوميه، من جميع النواحي يعني بتخص التعليم. يلا اقول لك حاجه، الترحيل بالنسبه للمعاق حاجه صعبه جدا جدا. نعم ترحيل يعني شوف الخريف ده لما نيجي المعاق ده لو ماشي بعصايته كان بيت صغيره ولا شافه صغير بيقع في الطين صراحه. نعم كويس، يعني ما في ترحيل خاص، في ناس ما عندهم امكانيات عشان يدفع في ترحيل الخاص. نعم. انا عشان قيل قلت اناشد بالحته. نعم. دي صحيح. انه يغيفوا مع المعاق ده يا جماعه، ناس في ظروفهم سيئه جدا جدا. نعم. ودي اجر ذاته يعني، ناس اصحاب المدارس الخاصه لو نفرين فقط درسهم معاهم اجر لهم كويس، يكسبوا ثواب ويستفيدوا والله حاجه تبقى لهم في ميزان حسناتهم يعني. نعم هاي، فانا دي الحته. وبعدين الصحه مهمه، شفت الصحه يعني تسال اولادك قدامك عيانين انت كمعاق ما عندك قروش عشان تعالجهم. هي طيب. الاشكال مشكله طيب اجتماعيه. طيب يا استاذ كمال انا برضه في نقطه دايره كيف عندها في اطار التعليم والعلاج. تفضلي. الادوات ذاتها بتاعت المعاقين، العصايا والعجله. نعم. والحاجات دي كلها اللي بيحتاجوا لها المعاقين. نعم. هل في جهه بتقدمها لكم ولا انتوا اللي تشتروها براكم ولا كيف قاعدين تحصلوا عليها؟ في بعض المنظمات ما بقول لك كلها وما كل المعاقين، هسه عندنا واحدين بيزحفوا في الواطن بيزحفوا ما لاقين لعجله ولا لاقين ركشه ولا الموتر بتاع المعاقين بثلاثه رجلين ده عشان يوديه. طيب ليه ما بيحاولوا يوصلوا المنظمات دي؟ والله ما اقول لك حاجه، هو المنظمات دي في منظمات دوليه كويس. انا بتمنى انه الشغل ده كله يتم عبر الاتحاد. انتوا مش المفروض انه عندكم اتحاد وبيمثلكم؟ عندنا اتحاد بيمثلنا، والاتحاد ده مفروض اي حاجه جايه من برا تيجي عبر الاتحاد، جات ركشات، جات مواتر للمعاقين، جات عصايات، جات تيجي عبر الاتحاد، لانه الاتحاد ده هو المسجل ارقام المعاقين كلهم 5000. نعم اسمح لي اجيبها لو لي 5000 معاق. نعم وقابل للزياده لانه الحوادث فيه والمشاكل الخلقيه فيه وكله فيه كويس. نعم. يلا انت تعمل احصائيه للمعاقين ديل، بتجيب باحثين اجتماعيين يدرسوا المعاق ده في بيته ذاته، بياكل شنو، بيشرب شنو، صحته، علاجه كويس، عشان تقدر تحل المشكله دي. نعم يعني مشاكل المعاقين دي مواسمه يعني بحر يعني. ان شاء الله تكون يعني يا استاذ كمال قدرت توصل صوت المعاقين كلهم، وان شاء الله يكون صوتك وصل للمسؤولين والجهات المعنيه بالامر. ان شاء الله. نعم. ونحن شاكرين لك جدا، شكرا جزيلا لك. هذه نحن نطلع فاصل ونرجع.